أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم تحت الطبع. هذا البرنامج نستعرض فيه أهم الأخبار والأحداث التي تأتي في صحافة الغد، ونطالع هذه الأخبار من إحدى هذه الجرائد التي تصدر في صباح اليوم التالي. ومعنا اليوم جريدة المصري اليوم، وللحديث حول الأخبار الواردة في هذه الجريدة معنا الأستاذ يسري البدري رئيس قسم الحوادث بالجريدة. أهلا بك أستاذ يسري. أهلا بك أستاذ يسري. يعني دعنا نبدأ على الفور من الصفحة الأولى ونقرأ من هذه الصفحة: عملية عسكرية خلال 48 ساعة لمواجهة 3000 تكفيري، مرسي لمحافظ شمال سيناء، التفاوض يؤدي إلى الحل والحسم بالقوة يعقد الأمور. بالفعل نعم، هو اليوم الثالث أحداث اختطاف 7 من مجندي القوات المسلحة، سواء عاملين في حرس الحدود أو الأمن المركزي، يسيطر على الأحداث وعلى رئاسة الجمهورية. نعم. الجيش أعلن حالة التأهب لتحرير المختطفين، ويبدو أن هناك خلاف بين الجهات المشاركة في كيفية عملية التحرير، خاصة أن القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة المدنية هناك ترجح أنه لابد من عملية تحرير، وهذه العملية عملية عسكرية. وحددت المصادر وفقا لزميلي الموجود على أرض الميدان هناك محمد البحراوي والزميلة داليا عثمان موعدا 48 ساعة لانطلاق عملية تحرير الجنود. نعم، ولكن هل الجيش يعني يستطيع أن يعلم أين يختفي هؤلاء الجنود الذين تم اختطافهم؟ وكذلك يعني في حالة التفاوض كما يريد الرئيس، يعني هل في هذه الحالة من يتفاوض؟ من هو الذي يتم تأهيله أو مؤهل للتفاوض مع بدو سيناء؟ والله بالنسبة لهذا السؤال، سؤال من شقين. إذا كانت القوات المسلحة والشرطة المدنية تتحدث عن كيفية علمها بأماكن اختفاء المجندين 7 حتى هذه اللحظة، بالفعل هناك فريق بحثي عالي مكون من المخابرات الحربية والمخابرات العامة انتقلت إلى مكان الحادث. بالأمس كان هناك وفد من المخابرات يريد مقابلة أهالي بدو سيناء ورفضوا المقابلة. بالأمس كان هناك اجتماع يضم أعضاء من حزب الحرية والعدالة الذين يقومون بالتفاوض مع أهالي بدو سيناء مع محافظ شمال سيناء، وهذا الاجتماع كان عاصفا بين ممثل القوات المسلحة وممثل حزب الحرية والعدالة، في حين أن الرئيس يطلب في خلال الأيام الماضية بضرورة التفاوض والحوار. لا. لإراقة الدماء. لا. في حين أن القوات المسلحة ترى أن أي تنازل والشرطة أيضا ترى أن أي تنازل في هذه العملية سيكون مقدمة، وستتحول القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى ملطشة في يد الخارجين عن القانون، لأن سقف المطالب في هذا الحادث ارتفع. كان في اليوم الأول هو حادث اختطاف 7 من المجندين، نجد الآن تفاوض على إخلاء سبيل وعفو رئاسي سيصدر خلال ساعات إلى 6 من الذين حكم عليهم بالإعدام في قضية التوحيد والجهاد. نعم. ثم يعني هل سيصدر مثل هذا العفو؟ ده وفقا لكلام رئيس الجمهورية وتفاوض أعضاء الحرية والعدالة، أعتقد أن العفو لا 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 أحد في مصر يملك قرار العفو إلا الدكتور محمد مرسي. نعم. وهذا هو سبب الخلاف بين القوات المسلحة وعضو الحرية والعدالة أو أعضاء الحرية والعدالة الذين يتفاوضون. القوات المسلحة ترى أن إذا كان الدكتور محمد مرسي الرئيس المنتخب للبلاد يريد التفاوض مع مجموعة إرهابية قتلت مجندين وقتلت ضباط في قسم العريش، قسم العريش هذا الذي تعرض للاقتحام، تعرض للضرب بالأربيجية 3 مرات، قتل منهم ضباط مصريين من القوات المسلحة وضباط من الداخلية 3 ضباط، أنت تتفاوض مع 3 إرهابيين أسسوا جماعة تطلق عليها التوحيد والجهاد. نعم. هناك 8 أشخاص محكوم عليهم غيابيا يمرحون الآن داخل العريش. لكن ربما الرئيس يعني يرى أن التفاوض قد يؤدي إلى سلامة هؤلاء وخروجهم يعني بطريقة سليمة، لكن ربما العملية العسكرية تؤدي إلى ضياع حياتهم مثلا. سيناء حتى. نعم. حتى لا نضع رؤوسنا في الرمال، سيناء تحتاج إلى تدخل عسكري. نحن الآن نسمع على مدار السنتين الماضيين على تمركز عدد كبير من الجماعات الجهادية بلغ عددها أكثر من 5000 جهاد داخل جبل الحلال. الجماعات الجهادية الآن تمرح وتسير وسط التمركزات الأمنية دون أن يتعرض لها أحد، بدليل أنها من يتفاوض اليوم يتفاوض حزب الحرية والعدالة مع الجماعات الجهادية. إذن أنت خلقت كيانات شرعية لهذه العناصر الموجودة في سيناء للتفاوض معها. هؤلاء الأشخاص يجب
على الدولة أن تطبق القانون على الجميع. هؤلاء الأشخاص إذا كانت صدرت ضدهم أحكام يقبض عليهم فورا ويلقوا في السجون وعليهم أن يتخذوا الإجراءات القانونية. نعم. لكن قصة التفاوض الذي يسعى إليها الرئيس الدكتور محمد مرسي حقنا ومنعا لإراقة الدماء، نعم، سنجد إذا تم هذا التفاوض بالصيغة المطروحة نجد أن مصر ستتحول، نجد هناك عناصر جنائية أو أهالي من المسجونين الجنائيين يقومون بقطع الطرق واختطاف مجندين سواء كانوا في الجيش أو الشرطة للمطالبة بالإفراج عن زويه. نعم. نتحول إلى موضوع على صلة بنفس الموضوع وهو من الصفحة السادسة، حيث نقرأ: أفراد الشرطة يواصلون إغلاق معبر رفح ومطار العريش لحين تحرير زملائهم، وهنية يطلب من مرسي إعادة فتح المعبر. يعني فكرة أن الجنود لا يقبلون بفكرة الاختطاف لأنها تكررت أكثر من مرة في الفترة الأخيرة، وكذلك غلق يعني المعبر كنوع من أنواع الضغط، كيف ترى هذا الموقف؟ بالفعل هم هؤلاء المجندون أو أفراد الشرطة الذين قاموا بهذا العمل اليوم هم في قرارة أنفسهم يعرفون أنهم يعطلون العمل احتجاجا على أن هناك 7 من زملائهم لا يعرفون عنهم أي مكان. وفقا للمعلومات التي رصدتها الأجهزة الأمنية، 7 المخطوفين تم نقلهم في عدة أماكن، لا يجدون في مكان واحد، تم نقلهم في مكان يدعى مكان الجورة، مكان يدعى مكان المهدية المقاطعة، تم توزيعهم لاستحالة العملية العسكرية. لا. هؤلاء المجندون أو أمناء الشرطة الذين أغلقوا معبر رفح يريدون أن يوصلوا رسالة إلى رئيس الجمهورية والأجهزة المعنية أن الشرطة أو الجيش لن تكون أداة في يد أي شخص من الأشخاص، وأنهم لا يريدون إلا إطلاق سراح زويهم أو أصدقائهم أو أبنائهم. وفي هذا الموضوع نجد علامة استفهام. نعم. نعم. لماذا لم تعلن الأجهزة الأمنية عن أسماء المقبوض عليهم حتى هذه اللحظة؟ أسر المخطوفين وفقا لتصريحات لهم في المصري اليوم لم تتحدث إليهم وزارة الداخلية، لم تتحدث إليهم القوات المسلحة، لم تتحدث إليهم رئاسة الجمهورية، ما بالك 7 أسر مصرية الآن لا تعرف عن زويهم أي شيء. نجد على الجانب الآخر مطالبات من السيد إسماعيل هنية لفتح المعبر. كيف نفتح المعبر وهناك أقاويل تتردد عن إمكانية احتمال تهريب هؤلاء المختطفين؟ نعم. إلى الجانب يعني الآخر. نعم. خصوصا أن هناك موضوع الضباط الذين تم اختطافهم من قبل لم يعودوا حتى الآن. 28 شهر. نعم. إذا كان السيد إسماعيل هنية يريد فتح المعبر، نحن لدينا واقعة مماثلة، هي واقعة الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختفي منذ 28 شهر، وزوجة أحد الضباط خرجت وأعلنت أسماء عدد 20 من الذين أطلقت عليهم أنهم كانوا يقنصون المتظاهرين وقت الثورة، وقالت أن هناك عناصر من حركة حماس، وأدلت بأوصاف وأسماء معينة، ولم تتحرك المخابرات ولم تتحرك أي جهة سيادية لإنقاذ هؤلاء الضباط. نجد نفي تام من حركة حماس لهؤلاء الضباط أن تكون تم اختطافهم، في حين أن بعض القيادات الجهادية تؤكد أن الإخوان وراء خطف هؤلاء المجندين 7 لإقصاء الفريق عبد الفتاح السيسي عن منصبه. إذن نحن في موقف ضبابي، مندوب القوات المسلحة يتشاجر أو في خلاف مع مندوب الرئاسة أو ممثل حزب الحرية والعدالة، رئيس جمهورية يطلب التفاوض والحفاظ على أرواح الخاطفين والمخطوفين. أنا لا أفهم هذه العبارة، كيف أن تحافظ على روح خاطف ارتدى أن يخطف مجند مهمة حماية الحدود؟ الموقف ضبابي حتى هذه اللحظة في هذه القضية. نعم. يعني في يعني في الجريدة كما يعني نرى على الشاشة، يعني هناك كان عدد من الموضوعات او يعني هذا الموضوع فيه تفاصيل للخناقة على الحدود بين الجيش والإخوان. بالفعل يعني نحن تكلم يعني عن الرئيس ممثل القوات المسلحة في نصا من عباراتي وفقا لمصادر حضرت هذا الاجتماع قالت اما ان يكون الدكتور محمد مرسي رئيس بجد أو يستقيل. نعم. لأن المفاوضات التي جرت لم تأتي بجديد خلال 48 ساعة، السجون سمحت في مخالفة صريحة لأحمد أبو شتية أن يتحدث مع أسرته لمدة 30 دقيقة يطلب منهم التفاوض والإفراج عن المجندين. نعم. والعساكر الغلابة، في حين أن ممثل الحرية والعدالة قال لممثل الجيش تكلم عن رئيس الجمهورية بأدب. نعم. ممثل القوات المسلحة لا يقصد إهانة رئيس الجمهورية ولا أي شخص،
يريد أن يهين الرئيس المنتخب بعد أول ثورة شعبية في مصر. لا يمكن أن يكون لا يمكن قصد هذا ممثل القوات المسلحة إهانة الرئيس. نعم. ولكن ممثل القوات المسلحة يرى أنها كرامة دولة إذا استجابت الدولة ورضخت لضغوط هؤلاء الإرهابيين والجماعات الجهادية ستحول الدولة كما قلت إلى ملطشة. هو موضوع يعني شائك للغاية، وبالتأكيد يعني ستتضح الصورة أكثر في الأيام القادمة، وسنرى ماذا ستسفر عنه هذه الأيام وهذه التحركات من جانب التفاوض، أو إن كان الجيش سيقوم بعملية عسكرية لتحرير الرهائن. نتحول إلى خبر آخر من الصفحة الرابعة، حيث نقرأ: التحرير يستعد لثلاثين يونيو. بالفعل. هذا هو اليوم الذي تم تحديده كيوم لإعلان نتيجة حملة التجرد أو تمرد. تمرد، حملة تمرد، لأن أصبح فيه تجرد. تمرد. نعم. حملة التمرد التي يعني تقول أنها ستلم توقيعات ل 15 مليون مواطن توقيع معارض للرئيس. هو ليس الهدف منها معارضة، هي إعادة محاولة لإعادة الثورة إلى الميدان مرة أخرى، وإعادة تصحيح خط سير الثورة. الرئيس محمد مرسي عندما نزل إلى ميدان التحرير وحلف اليمين أمام هذا الميدان، اعتبر هذا الميدان هو ميدان الحرية. نعم. الشعب الذي يجمع الآن حملة توقيعات يطلق عليها حملة تمرد، يرون أن رئيس الجمهورية لم يحقق الأمن، الأمن ما زال مفقود في الشارع، لم يحقق العدالة، لم يحقق العيش، لم يحقق الكرامة الإنسانية. نحن نجد مواطنين يسحلون ويضربون في المظاهرات، نحن نجد جهاز الأمن يتحول إلى أداة قمع في خدمة النظام الحاكم. لهذه الأسباب بدأ شباب حركة تمرد في جمع التوقيعات. نعم. هم يأملون، بالأمس كانوا موجودين في التحرير ويقومون بجمع التوقيعات في داخل في كل مكان. نعم. كل مكان. إذا كان العدد حتى هذه اللحظة عدد محدود، نحن نجري مقارنة بسيطة بين حركة كفاية التي خرجت في عهد النظام السابق في عهد مبارك في عام 2006، كان عدد حركة كفاية بقيادة النشط جورج إسحاق العشرات، لكن حركة كفاية بعد 2010 تحولت لحركة كبيرة. لكن إذا كانت هذه الحركة حركة تمرد، جمعت حتى أول أمس ما يقرب من 3 مليون توقيع لإقصاء أو إبعاد أو سحب الثقة من الدكتور محمد مرسي. على الدكتور محمد مرسي وحكومته التي يترأسها الدكتور هشام قنديل، التي أثبتت من وجهة نظري أنها حكومة فاشلة ولم تحقق بأي مطالب من التي نادى بها الدكتور محمد مرسي في برنامجه الانتخابي، عليه أن يلحق بالركب، خاصة أن موعد 30 يوليو موعد قريب جدا، عليه أن يهتم اهتمام في كافة المجالات التي نادى بها الدكتور محمد مرسي. نعم. نتحول إلى خبر آخر من الصفحة التاسعة، ونقرأ منها: نادي القضاء يبدأ إجراءات تدويل الأزمة، الزند يسلم اليوم رئيس الاتحاد الدولي ملفا بانتهاكات ضد القضاء. والله هذا الموضوع يعني كبر أيضا بطريقة يعني غريبة، يعني هو كان هناك وعد من الرئيس أن سيكون هناك مؤتمر للعدالة، ثم فوجئنا بأن مجلس الشورى سيناقش أيضا هذا القانون، على الرغم من أن المؤتمر لم يعقد بعد. الرئيس مرسي يصارع ويحارب في كل الجبهات وحيدا، هذا هو العنوان. أزمة القضاء منذ جمعة تطهير القضاء ما زالت مستمرة. إذا كان نادي القضاء سيلتقي، أو رئيس نادي القضاء سيلتقي رئيس الاتحاد الدولي للقضاء غدا، فهذا ليس لتدويل القضية ولكن لعرض الانتهاكات التي تعرض لها القضاء خلال الفترة التي تولى فيها الدكتور محمد مرسي عيسى العياط حكم البلاد. الإخوان المسلمين يرصدون لبعض القضاة وخاصة المستشار أحمد الزند وكافة القضاة. وجدنا السيد مهدي عاكف يخرج بتصريح لإقصاء 3500 قاضي، وجدنا الحديث عن قانون السلطة القضائية، وجدنا الحديث عن مؤتمر العدالة الذي سيعقد، وجدنا رفض من المجلس الأعلى للقضاء لحضور مؤتمر وإعلان عن مقاطعة نادي القضاء. نعم. إذن هذا رفض جاء بعد أن يعني بعد الإعلان، بعد الإعلان، ولكن جاء بعد أن قرر مجلس الشورى مناقشة القانون. أي بالفعل. نعم. بالفعل إحنا قدام موقف إيه؟ يا إما حزب الحرية والعدالة وجميع الأحزاب تساعد الرئيس في اتخاذ كافة القرارات، يا إما إن هي تقف عاقلي، ما يبقاش رئيس الجمهورية يقول إن أنا هعمل مؤتمر للعدالة
ومجلس الشورى يقول لك لا انا هناقش القانون وهصدر القانون وما فيش حد هيقف مننا ولازم نطهر القضاء بالقضاء، ووصف بعض القضاة بالفاسدين. اعتقد ان القضاة هو القضاة هم الجهة الوحيدة التي ما زالت تقف الان. لقد تم هدم جهاز الشرطة بعد الثورة، وهناك محاولات لهدم المؤسسة العسكرية، وهناك محاولات اكثر لهدم المؤسسة القضائية. لا. إذا كان اليوم اللقاء الذي سيعقد غدا مع السيد المستشار أحمد الزند ورئيس الاتحاد هو ليس تدويلا للقضية من وجهة نظري، ولكن عرض الانتهاكات التي تعرض لها القضاة إذا كانت محاصرة المحكمة الدستورية، محاصرة دار القضاء العالي، الاعتداءات التي تعرض لها القضاة والسب والشتم ومحاولة تهميش القضاء عن والتدخل من السافر من رئاسة الجمهورية في السلطة القضائية، خاصة بعد صدور حكم للمستشار عبد المجيد محمود بحقيته بعودته الى منصبه. نتحول الى خبر اخر من الصفحه الثالثه، مهاتير محمد في ضيافه مرسي والحريه والعداله اليوم لانقاذ النهضه. هو بالفعل رئيس الوزراء الماليزي في زياره بدات من اليوم بزياره رسميه لمصر، كان هناك اليوم الاستقبال الرسمي له في المطار، استقبلته عدد من قيادات اذا كان وزير الطيران وعدد من قيادات حزب الحريه والعداله الحزب الحاكم في مصر. الزيارة الرسمية ستبدأ غدا، سيلتقي فيها السيد مهاتير محمد، السيد محمد بديع رئيس مكتب الإرشاد، لنقل التجربة الماليزية داخل مصر لمحاولة تصحيح المسار وإنقاذ مشروع النهضة. أيضا سيلتقي فيها مع رئيس الجمهورية وبعض قيادات حزب الحرية والعدالة لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه في حكم الدكتور محمد. هل ممكن أن نستفيد من التجربة الماليزية، خاصة وأنها تجربة يعني كانت دولة يعني تعاني مثل مصر في السابق، ولكنها انتقلت انتقالة كبيرة على يد والله نتمنى أن يستفيد حزب الحرية والعدالة من تجربة ماليزيا في هذه النهضة، ولكن نتمنى أيضا أن يكون هناك محاولة توافق وطني واصطفاف وطني خلف الدكتور محمد مرسي، لأن هناك محاولة من بعض المجاورين أو أتباع الدكتور محمد مرسي إلى تهميشه وجعله في هذه الصورة كما قلت الرئيس يحارب وحيدا في كل الجبهات. نتحول إلى خبر آخر لأن الوقت بدأ يعني يدهمنا. نحن في الصفحة الثالثة، السعودية لا قيود على الحج بسبب كورونا، وثلاث محافظات تعلن نتائج قرعة الداخلية. هو بالفعل طبعا كل سنة والمشاهدين بخير، بدأت الاستعدادات لموسم الحج هذا العام، وزارة الداخلية بدأت القرعة لحج القرعة في ثلاث محافظات وغدا في أربع محافظات حتى تستمر كل المحافظات، والسلطات السعودية أعلنت أنه لا قيود بالنسبة لفيروس كورونا الذي تم الحديث عنه خلال العام الماضي. أنه الاشتراطات الصحية ستكون نفس الاشتراطات الصحية للعام الماضي، وأن العدد المسموح له من السلطات المصرية يتوزع على ثلاث جهات هي الداخلية والتضامن والسياحة، وعدد الذين يحق لهم الحج هذا العام 83 ألف حاج. نعم، إلى صفحة 11 وصفحة 12 وتحقيق حول خريطة عصابات السطو المسلح على الطرق السريعة والضحايا سائق النقل وأصحاب البضائع. هو احنا عندنا بكرة في المصري اليوم ملف عاملينه أسبوعي عن حصاد قطع الطرق والاعتداءات، بدأناها بمعظم المحافظات وحاولنا رصد، عملنا كده عبارة عن رصد سريع لأهم الطرق اللي بيحصل عليها، إذا كان الطريق الدائري، طريق الأوتستراد، منطقة طريق سوهاج أسيوط الزراعي، إذا كان كوبري السلام حتى بلوزة، في جنوب سيناء بعد نفق الشهيد أحمد حمدي، في البحر الأحمر، في السويس، في الإسماعيلية، ورصدنا هذا التحقيق ووضعناه أمام الأجهزة الأمنية لتشديد الرقابة الأمنية على هذه الطرق، خاصة أن عمليات السطو المسلح زادت بصورة كبيرة، بلغت أكثر من 150% عن الأحداث قبل ثورة 25 يناير. يعني نتمنى أن يلتفت رجال الأمن إلى هذه المناطق بالتحديد التي قمتم بتحديدها بشكل جيد في هذا التحقيق. نتحول إلى صفحة 14 وحوار مع عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية الذي يقول: وفقا لما جاء في الجريدة استقالتي واردة وقررت تشكيل حكومة ظل. هذا الحوار بالنسبة لي حوار مفاجأة أعدته زميلتنا المميزة شيرين ربيع. الحوار فيه اعتراف شامل من الدكتور عماد عبد الغفور مساعد رئيس الجمهورية للتواصل المجتمعي أن هناك فجوة بين رئيس الجمهورية ومساعديه. يقول أن استقالته واردة وأنه
قرر تشكيل حكومة يطلق عليها حكومة الأمل، خاصة أنه تقدم إلى رئيس الجمهورية بتسع وزراء في حكومة الدكتور قنديل ولم يستجيب لها، وقال أن هذه الحكومة سيرأسها وزير سابق ولن يكون هو رئيسا لهذه الحكومة، وأنها ستكون حكومة تكنوقراط، وأن الرئيس محمد مرسي لا يخشى أن يكون هذا الحوار سبب لإقالته، وقال أن استقالته جاهزة وواردة. نعم نتحول في يعني سريعا إلى آخر خبرين معنا في هذه الجولة من صفحة 8، كروت السولار والبنزين أول يونيو والتسجيل الإلكتروني اليوم، المستودعات تحصل على المنتج بالسعر الحر وتبيعه مدعوما لتقليل التهريب. هو بالفعل يعني بدأت وزارة البترول في طرح 5 كوبونات تسمى الكروت الذكية لتوزيع السولار، إذا كان هذا الكوبونات ل5 فئات، صاحب المستودع والشاحنات والمستهلك السولار ومستهلك البنزين. هذه الكوبونات سيبدأ التسجيل الإلكتروني فيها اليوم، وفقا ل40 ألف محطة تموين على مستوى الجمهورية، وأن وزارة البترول تبدأ في هذه الخطة لمحاولة منع التهريب. نعم، في نفس السياق من صفحة 3 نقرأ أيضا بدء تنقية بطاقات التموين قبل إضافة المستحقين الجدد. هو قصة تنقية بطاقات التموين أثير حولها لغط كثير، خاصة بعد تصريحات الدكتور باسم عودة وزير التموين أنه سيتم حذف حوالي 500 ألف مواطن من بطاقات التموين. هذا التصريح بسبب أن هناك من سيتم حذفهم هم المسافرين والذين قيدوا في أكثر من محافظة، لكن إجراء التنقية هو إجراء معتاد يتم كل يونيو. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ يسري البدري، رئيس قسم الحوادث بجريدة المصري اليوم، على هذه التوضيحات للأخبار التي تابعناها من جريدة المصري اليوم. وشكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام، وعلى الوعد بلقاء في حلقة جديدة إن شاء الله من تحت الطابع.